الاستغلال الأمثل للمياه. اليومين اللي فاتوا دول الحمد لله والشكر لله ربنا سبحانه وتعالى فتح علينا أبواب السماء بأنها تمطر علينا مية، ده غير مطر الفلوس اللي جاي من رأس الحكمة، دي قصة تانية يا رب يتمها على خير، بس مش عايزين نقاطع، خلينا في مية المطر. مطرت مطر ما أقولكش، أنا وإنت وغيرنا أي حاجة هنفكر فيها هتبقى متعلقة بإنه وهل هذه الأمطار تذهب هباءً؟ المفروض إن المسؤولين يقولوا لنا لا طبعاً لن تذهب هذه الأمطار هباءً، إحنا أكيد بنستغل المية دي الاستغلال الأمثل، مية المطر دي أكيد بنستخدمها في الري، على الأقل في الري الحدائقي، يعني بتاع المسطحات الخضراء، في الجناين، في مش عارف الحاجات اللي هي إيه المسطحات الخضراء التي نجمل بها الميادين والأحياء والشوارع، أو إن إحنا نذهب بها إلى محطات المعالجة حتى يتم استخدام المية دي وإعادة استخدامها مرة تانية. دي مية مطر، ما هياش مية صرف كمان، لا هو صرف صناعي ولا صرف زراعي ولا صرف صحي. فطبعا أنا شفنا أنا وزملائي هذا الفيديو الغريب جدا اللي فيه العربية اللي بتسحب مية المطر من الشوارع بتاخدها وترميها في البحر. لا أنا عايز المية مش عايز أرمي المية. فطبعا يعني كلنا استشطنا غضبا وقلقا انه لو هي دي الطريقه اللي بيتعامل بيها بعض الموظفين، بنرمي الميه، عارف اللي هو بنرمي ميه ربنا، دي ميه نظيفه جايه من الشارع يا يوسف، انا اقول لك هشربها يا عم ودوها تتعالج يا عم، تتفلتر تتنظف، بس ما تترميش في الدخيله كده، دي بتترمي هناك اهو على شط الدخيله، شط اسكندريه يا شط الهوا على راي فيروز. مية المطر بتترمي في البحر. الله، مش احنا قلنا يا جماعة عايزين نستفيد من مية المطر، ايه اللي بيحصل؟ خلونا نفهم من مهندسة جيهان مسعود سكرتير مساعد محافظ الاسكندرية. اهلا بيك يا فندم. مش مهندسة جيهان يا باش، مهندسة جيهان، جيهان هانم زحب يا فندم، خط مش واضح، مش مشكلة هنحاول نجيبها تاني. طب أنا عندي سؤال، هو سيادة المحافظ فين؟ أنا بس عايز أتساءل والله، بتكلم بجد، سيادة المحافظ فين؟ هو راجل محترم وجميل ونقدره جدا، بس يعني لماذا لم يتفضل بالإدلاء بأي من التصريحات اللي من الممكن إنها توضح؟ وقد يكون التصريح متعلق حتى بعقاب الشخص اللي عمل كده، ده شيء بالنسبة لي يعني أنا عايز أفهم يا جماعة. معنا المهندسة جيهان مسعود سكرتير مساعد محافظ الأسكندرية، أهلا بيك يا باشمهندسة جيهان. يا أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم. إيه قصة العربية اللي خدت المية ورمتها في البحر دي؟ خلينا الاول اقول لحضرتك مساء الخير على سيادتك وعلى الساده المشاهدين. مساء الفل يا فندم. خلينا في البدايه نتكلم الاول عن محافظه اسكندريه، وعن انها طبعا محافظه يعني ساحليه على ساحل البحر الابيض المتوسط بطول 60 كيلو متر، بتضرب محافظه اسكندريه عدد 14 نوه في فصل الشتاء. طبعا عدى علينا حاليا 9 نوات لغايه الان، متبقي 5 نوات. خلي بال حضرتك ان الشتاء السنه دي كان مختلف بالنسبه لنا، لان طبعا طبقا للتغيرات المناخيه احنا بالفعل بدانا الامطار من شهر 9 لغايه الان، فكان في كثافه في الامطار، والحمد لله لغايه الان احنا مرينا لغايه امس مرينا بالنوه الاخيره، كانت نوه الكرم، استمرت النوه دي 11 يوم وكان لها محدد 6 ايام. فطبعا دي دخلت معانا كده الاسكندريه في تغيرات مناخيه، ان احنا تعرضت المحافظه لكم من المياه والامطار الغزيره الرعديه الثلجيه على الفتره اللي فاتت، عايزه اقول لحضرتك بكميات جدا. احنا اتعاملنا بناء على تعليمات السيد المحافظ، تم اعداد خطه عامه لمجابهه الامطار من خلال استراتيجيه لتصريف مياه الامطار يتم تنفيذها حاليا على 3 مراحل، المرحلة الأولى على 3 سنوات،
بدأنا بمرحلة أولية عاجلة دي تم تنفيذها، وهي بتتكون من 9 مشروعات بيتم تنفيذهم على 3 سنوات زي ما قلت لسيادتك. 3 مشروعات تم الانتهاء منهم في نطاق الكورنيش. ده كلام عظيم يا باشمهندسة، أنا وقتك ثمين وأنا أقدر يعني أن هذا الوقت الثمين يجب علي أن أنا أستغله أفضل استغلال. قصة طبعا. العربية اللي بترمي المية في الدخيلة إيه يا فندم؟ عايزة أقول لحضرتك ده يعتبر طبعا عمل فردي من موظف، احنا بيتم اتخاذ الاجراءات القانونيه ضده حاليا، وده طبعا ده ممنوع، ولان هي المسؤول بيها شركه الصرف الصحي، وده يعتبر عمل فردي من موظف غير طبعا غير هل يا فندم الموظف بيتحرك من دماغه ولا اكيد عنده المفروض تعليمات واضحه مسبقه؟ الميه بتاعت المطر اللي بتتسحب بتخش على العربيه، العربيه بتتحرك لنقطة معينة تفرغ فيها المية، مفترض أن النقطة المعينة دي هي نقطة من نقاط تجميع مياه الأمطار حتى نستغلها فيما بعد، صح؟ تمام فندم، بس هو طبعا أي نقاط مية بتم التجميع حاليا دلوقتي بيتحط في أقرب مطبق أو أقرب شميشة لحين تصريفها وتحويلها لمحطات الرفع ومحطات المعالجة. ماشي، إذن هو عنده تعليمات واضحة أنه بيروح لأقرب شنيشة من مجموعة شنايش أكيد تم تسليكها وتطهيرها وأنها جاهزة لموسم الشتاء وميت فل و14. فالمفترض أنه هو عنده التعليمات، عنده التعليمات اللي ينفذها. ده عمل طبعا غير مسؤول يا فندم من موظف موجود في شركة الصرف الصحي بيتم اتخاذ الإجراءات. يعني على مسؤولية مهندسة جيهان أن هذا التصرف هو تصرف فردي من دماغ هذا الموظف، ولا أنه ده وارد للتكرار أو بيحصل ومحدش صورهم؟ يعني دي برضو خلي بالك حضرتك، ده فيديو بالصدفة واحد شاف فراح مصور. لا يا فندم، ده عمل فردي من موظف طبعا سيتم اتخاذ الاجراءات القانونيه ضده من خلال شركه الصرف الصحي اللي هي المسؤوله عندنا عن تصريف الامطار. وخلي بال حضرتك اي مياه بيتم تجميعها من خلال مياه الامطار حاليا دلوقتي لحين تنفيذ استراتيجيه الامطار اللي هي ان شاء الله بترمي على سرعه المحموديه، وسيكون اتجاه على مشروع الدلتا الجديده اللي هي مشروع فخامه الرئيس لاستغلالها في الزراعه، ده هيكون في اجراء قانوني معاه. وخلي بال حضرتك اي ما بتجمع من الفتره السابقه كانت بتروح لمحطه رفع، محطه معالجه، بتخش محطات تنقيه اللي هي الشرقيه اللي هي بتودي لمصرف القلعه، او محطه التنقيه الغربيه اللي تؤدي الى مصرف ركب النبريه، بيتم استغلالها وبيتم معالجتها ويستعمل لها اعاده تكرير واستغلالها لاكثر استفاده طبقا لاقرب نقطه ليها. اذا الموضوع ده مش هيتكرر ولا ايه؟ لا طبعا ده مش هيتكرر، وده اصلا غير يعني غير مقبول. وخلي بال حضرتك حين يبقى اي اخطار بيجي للمحافظه على طول بتتخذ اجراءاتها من خلال شؤون البيئه في محافظه اسكندريه او جهاز شؤون البيئه، بيتم توقيع غرامات واجراءات قانونيه ضد شركه الصرف الصحي في حين وجود مخالفات. وبالفعل كان في بعض المخالفات البسيطه الخاصه ببعض الجهات اللي هي على الشاطئ، واتخذت شؤون البيئه اجراءاتها القانونيه، وده ان شاء الله في عمل فردي وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونيه باذن الله. انا بشكرك جدا يا باشمهندسه، كل الشكر ليكي وعلى هذا التواصل، كل الشكر المهندسه جيهان مسعود سكرتير مساعد محافظ الاسكندريه. طيب.